الرافق على قناة الفضل المراضين، والطلبة كاملين اللي جاو كل شيء جلس من أجل فك إضراب عن الطعام، ونشد الطلبة كاملين اللي في الجوانب كل شيء جلس من أجل الانطلاق حتى هذا الاسباس هذي من أجل الانطلاق ديال عملية فك إضراب عن الطعام. هذا توجيه على قناة الرافق وتحية نظرية لك. مجدداً داخل إطار العسير الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لتوجيه علاقة مع الجامع، مناشدين الطلبة في كل شيء جلس الرفاق كل شيء يبقى صامت باش نفكوا من الإضراب بشكل جمال، والإضراب يعني هو فقط الإضراب يعني رمزي شكل يعني الفك يعني فك علاش إضراب إذا كان الرمزية ديال الإضراب الماء والسكر، كذلك يعني الفك الجماعي هو يعني كذلك احد الاسس ديال الاضراب عن الطعام. ونستحضروا كاملنا الرفاق يعني رفاقنا المضربين عن الطعام واللي وصلوا 16 احنا راه غير 24 ساعه كتلقى للطالب الطالبه راه كيدو كتلقاه كيدو، ولكن راه الرفاق اضراب يعني مفتوح عن الطعام، والعزيمة ديالهم والقناعات ديالهم يعني صامدة وصلبة، وعازمين كل العزم على أنهم يستمروا في هذه المعركة وبدورنا ما غيمكنناش نحن نسمحوا فيهم. راه غيطيحوا داك الستة، راه هاد الطلبة هادو كامل غير استعدوا الريف، ما عندكم ما ديروا، أنتم في وطن الخيرات ديالو كتمشي لغيره الغيرين، ما كتمشيش لولاد الشعب. الخيرات ديال البلاد كاينه، الخيرات ديال البلاد غير الفوسفات الحوت، ولكن انك كتلقى فرنسا وامريكان دايره ما بغات دايره ما بغات. مناشدين من الجميع تركيز على المعركه دون الصياغ ورقين الهوامش. المعركة ديالنا شبت بها، والمعركة ديالنا راه غتزيد تطور وغتزيد، غير يتسناو المفاجآت وغير يتسناو الويلات، ورا المفاجآت معلقة مع هاد الناس. هاهما هاد النهار جينا عند الرئاسة باش أنها يعني تحمل المسؤولية ديالها، ولكن ولا مجيب. هالآلاف ديال الطلبة الاف ديال الطلبه والطالبات هما كيجيو، والقادم عاوتاني نشوفو فين غنمشيو الريف المره الجايه، راه ما غنجيوش لهنا، شوفو شي بلاصه وحده اخرى ونمشيو لها الريف. والطلبه شوف الفك
هو فك رمزي انسان اللي غير يقبل داكشي اللي كاين راه مع الالف عارفين الا جينا غير نوفروا راه خص ميزانيه وحنا راه ما عندنا لا فلوس ولا والو داكشي علاش كنرفضوا المطعم كنرفضوا يعني الشركه كنرفضوا الشركه Yeah.
السلام. تحية مجددا داخل الإطار العافي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. نقول أن المعركة ديالنا مفتوحة لكافة الأشكال التصعيدية. لكن هذا النهار دخلات أزيد من 1000 طالب وطالبة إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، فليترقبوا للمزيد، فليترقبوا من الأشكال للمزيد. والطلبة جميعا لكاملهم من هنا والفوق، أنا ما كاين غير الأشكال، ما كاين غير الأشكال النضالية الوازنة، والكل الكل يتحمل المسؤولية ديالو، كل واحد من الموقع ديالو يتحمل المسؤولية في هذه المعركة. الحياة ديال الإنسان في خطر، الحياة ديال ست رفاق معرضة للخطر، وما عرفناش شحال هذاك الجسم، ما عرفناش جسم ديال الرفاق شحال غيقدر يتحمل، لأننا اللي كنعرفوه أن القناعات ديالهم أكبر بكثير من الأجسام ديالهم. القناعات ديال الرفاق كبيرة وكبيرة جدا، والقناعات من تما يكسبتوا القناعات ديال طلبيني جميعا، يكسبتوا الصمود، يكسبتوا المقاومة من الإنسان اللي وضع الحياة ديالو كقربان من أجل أن ابناء ولاد الشعب أنهم يقراو في الجامعات. هذا الرفاق دائما في كلمات ديالهم، في كلمات ديالهم كيقولوا نحن نحب الحياة، نحن نحب الحياة، ولكن ماشي أي حياة، ماشي حياة ديال الدول وحياة ديال المهنة، نريد حياة ديال الإنسان. كما جاء اللسان ديال الرفيق بوشام جناتي، راه قال هما راه 20% و 80% الرفاق، راه علينا كامل الرفق ملقاة على العاتق ديالنا بالنسبة ديال 80% في هاد المعركة وأكثر، لأن الرفاق اللي عندهم هما كيقطعوا الأمعاء ديال الطلبة اللي هنايا طالبات ملقاة على العاتق ديالنا. أشياء كبيرة، أشياء عظيمة خصنا نتجسدوها، والطلبة جميعا طالبات ديال الأقلام اللي كاملها تتحمل المسؤولية في هذا الوضع. هذا الوضع راه يندر بالانفجار أي لحظة لحظة. أصلا وضع موبوء، وضع قابل للانفجار، وهاد مدينة فاس راه ما غتعرفش الاستقرار إلا استمر الوضع على ما هو عليه. راه مدينة فاس راه ما غتعرفش الاستقرار، وما غتعرفش المهادلة، وحنا الحدود الحدا مازال كنقولوا لهم الرفاق هم 16 يوم، راه الإضراب عن الطعام راه غيوصل لواحد المرحلة راه غير قابل للرجوع. إضراب عن الطعام كيوصل لواحد المرحلة، وخير مثال المعركة ديال الشهيد مصطفى المزياني، خير مثال ديال معركة الشهيد مصطفى المزياني واللي وصل لواحد المرحلة فقد فيها البصر وفقد فيها من جميع الحواس ديالو، ما بقى كيشوف، ما بقى كيسمع. حنا ما بغيناش الرفاق ديالنا يوصلوا لهاد المرحلة، ما بغيناش الرفاق ديالنا يوصلوا لهاد الحالة هادي.
والصمت نفسه ما كتحددش على الطلبة، لأن الطلبة راه ما كينعسوش ليل نهار. الصمت والحصار اللي نفسه كتعاني هاد المعركة ديال الإضراب، رغم قلت لبعض الجمعيات وبعض المواقع الإلكترونية، ولكن المعركة مازال ما وصلتش الرأي العام كامل. والطلبة دعوة الطلبة الجانب الإعلامي يكون حاضر بقوة في هذه المعركة. راه غير الآلاف هذي كاملهم الرفاق هاشتاغ إني واحد، والبروفايل إني واحد ديال المعركة هاشتاغ واحد، هاشتاغ طلعوا السيمي يدوز السيمي بطول دار المعرض يدوز، طلبة حتى شي واحد ما غيدوز، جيبوا السيمي يدوز. ولاد الشعب اللي كيقاطعوا الشركات وكيقاطعوا المجموعه ديال الامور، حتى حنا نستنداو مولاد الشعب هاد الخطوه هاد، حتى حنا مقاطعون للامتحانات. الا كان ولاد الشعب مقاطعين المنتوجات فالطلبه في الجامعات وفي الجامعه ديال دار المهراز في الكلية الثالث ديال دار المهراز عفوا، راه غيقطعوا الامتحانات. وكاملنا الرفق من هنا فالقاعدة جميع المناضلين الشرفاء خصهم يتحملوا المسؤولية ديالهم. جميع دائما ما ندعو للمواقع الجامعية انها تتحمل المسؤولية ديالها في هذه المعركة هذه، لأن المطاعم راه مخصصة عن آخرها. الناس راه ما بغياش عاوتاني كما قالوا، ما بغيناش أبواب جهنم تفتح عليه. دونك يعني مناشدة من الجميع ديال الطلبة ديال الطالبات، هذه خطوة يعني تكون لفاتحة المجال خطوات لأكبر وأكثر تصعيدا. غاد النهار جينا الرئاسة مرة أخرى نفكرو فين غنمشيو الريف باش نكونو صرحاء، ولا مشينا لشي بلاصة خصنا نمشيو هاد العدد وأكثر، هاد العدد ويتضاعف لمرات ومرات. لكن هاد النهار جايين بهذا العدد، راه المرة الجاية راه غنجيبهم بالجامعات. الطلبة ديال الكلية الثلاثة راهم غيجيو عندكم لهنايا، وما نعرف فين غتمشي الأوضاع. أصلا الشعب اللي كينتفض، أصلا الحسينة كتنتفض، جرادة كتنتفض، بقينا غير حنايا، حنا غنتفضوا الريف. طلب الجميع يستعد للانتفاض على هذه الاوضاع هذه، لان خارج الانتفاض خارج هاد الناس صعيب معاهم، راهم ما كيحشموش. في البداية تحية نظرية من داخل الإطار العتيد للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كيفما يعني كيشهد الجميع، نحن الآن نتواجد أمام يعني رئاسة الجامعة، جماهير طلابية والمسيرة يعني اللي جات من دار المهراز يعني صوب هنا يعني لرئاسة الجامعة. وكان يعني الخطوة ديال فك الإضراب عن الطعام، اللي هو إضراب عن الطعام انطلقت فيه الجماهير الطلابية يوم البارحة، دام 24 ساعة والآن كيتم الفك ديالو كيفما كتشوفوا جميعا بشكل جماعي أمام يعني رئاسة الجامعة، استمرارا اكيد في المعركه النضاليه. هذا الاضراب عن الطعام يعني الطلبه كاملين اللي كاينين هنا يعني دخلوا في هذا الاضراب عن الطعام، يعني واحد النسبه ديال 1000 ما بين 1000 و 1500 طالب اللي دخل في اضراب عن الطعام لمده 24 ساعه، اطار يعني استمرار في المعركه النضاليه
اللي كياخذوها الجماهير الطلابيه من داخل الموقع، واللي الكل يعلم ان المعركه النظريه اللي كنخوضوها منذ البدايه الموسم من حدود اللحظه هي معركه جاءت بين مجموعه من المطالب ومجموعه من المستلزمات ديال الطلبه باش يواصلوا المسيره الدراسيه ديالهم، لا سواء يعني المطعم الجامعي اللي كانت محاوله ديال الخوصصه ديالو عبر التدخين ديال الشركه ديال نيوريس والاستثمار يعني في الجيوب ديال ابناء الشعب، والرفض ديال الطلبه اللي تقابل يعني بالاغلاق ديال الحي الجامعي وعدم الاستجابه للمطلب ديالهم اللي هو الحي اللي عفوا المطعم الجامعي، عدم الاستجابه لان المطعم الجامعي يكون في الشاكله العموميه ديالو. جانب اخر هو التشريد ديال الحي ديال الطالبات على المستوى ديال الحي السايس اللي جابوهم حتى لهنا، هما كيقراو تحت في الجامعه دار مهراز ولكن كيسكنوا هنا. حنا نطالب بناء احياء جامعيه لا سواء الطلبه والطالبات من داخل المركب الجامعي دار مهراز، ولا ايضا الطلبه والطالبات من داخل المركب الجامعي ديال سايس، وايضا ضدا على البنود ديال 8 يوليوز، البنود الهادفه لاقصاء الطلبه والطالبات من حقهم في المتابعه الدراسه. وشاهدنا يعني في البدايه الموسم محاوله ديال طرد ما يناهز 1000 طالب، هذه البنود هذه بالنسبه لنا وبالنسبه للمناضلين والجمعيه الطلابيه هي بنود اقصائيه، الهدف منها اقصاء الطلبه والطالبات. كل هذه يعني المطالب خدينا عليها اشكال نظريه منذ البدايه الموسم الدراسي، وصلت الحدود الوقفه امام قبه البرلمان بين قوسين، وصلت ايضا الخطوات النظريه في مدينه فاس، والوقفه امام يعني المجلس البلدي مدينه فاس، وصلت مجموعه من التطورات النظريه وصولا للنقاش الموسع كان في الساحه الجامعيه، وكان يعني بحضور الطلبه جميعا، مجموعه من مجموع الكليات اللي كانت حاضره في النقاش الموسع، وسطرت اشكال نظريه لا سواء المبيت الليلي من داخل الباب ديال داخل يعني عفوا اداره الحي الجامعي باعتبارها المسؤوله عن المطعم الجامعي، وايضا كان جانب اخر هو يعني الاضراب المفتوح عن الطعام واللي وصلوا فيه ست رفاق ست مناضلين معروفين عند الجماهير الطلابيه، يعني مناضلين كيضحيوا بحياتهم من اجل المطلب ديال الطلبه والمطالب والحق ديال الطلبه، بعدما يعني مجموعه من الخطوات وفرقنا جميع الابواب. قلت ان الاضراب المفتوح عن الطعام وصل اليوم ديالو 16 في يعني وضعيه متدهوره جد متدهوره للمضربين عن الطعام كلهم، والتقرير الطبي اللي منشور في المدونه ديال الاتحاد الوطني طلبه المغرب يبرز ذلك، يعني كلهم فقدوا الاوزان كلهم مضاعفات صحيه، خصوصا يعني الرفيق بوشه الجناتي يعني الادريسي مضاعفات صحيه على المستوى ديال الجلد ديالو كله، يعني عطاه الاضراب عن الطعام عطاه مضاعفات صحيه خطيره في الجلد وتورمات خطيره في الجلد، وكاين في هذا الباب صور ديال المعتقل عفوا ديال بوشه الجناتي الادريسي اللي مر من تجارب الاعتقال السياسي واللي خدا اشكال نضاليه للاضراب عن الطعام من داخل يعني الزنازين ومن داخل السجون، وهو كيستمر الى جانب يعني ست رفاق لا سواء عز العرب شكرود زكريا العزوزي انس فاران سعد حبوق حمزه البكوري وبشا الجناتي الادريسي، ست مناضلين ست رفاق معروفين في اوساط الساحه الجامعيه، وهما الان يقدمون اغلى ما يملكون الحياه ديالهم فداء للمطالب ديالنا. فنتواجد هنا من اجل حتى شي واحد ما يتهم ان الطلبه كيديروا الشغب، ان الطلبه كيقطعوا الطريق، الطلبه ها هما ما كيقطعوش الطريق، الطلبه واقفين وجالسين امام من يدعون المسؤوليه بين قوسين رئاسه الجامعه، وهي الطوموبيلات راه ماشيه غاديه في بلاصتها، ما كاين لا قطع ديال الطريق لا والو، ما كنقطعوش الطريق. حنا كنناضلوا باشكال ديالنا احتجاجيه، من حقنا نحتجوا ونناضلوا، والباب ديال الحوار هو مفتوح، الباب ديال الحوار هو مفتوح. ما تحاورش معكم شي واحد من الرئاسه؟ حتى شي واحد ما تحاور هنا من الرئاسه، ولا جا عندنا ولا سولنا ولا حتى عنق علينا. بالنسبه للناس راه التعاطي ديالهم دائما هو هذا، انا ماشي اول مره كنجيو للرئاسه، لا كانت كتحمل المسؤوليه هاد الطلبه جاو، احنا جينا وها الباب ديال الحوار مفتوح، ولكن حتى شي واحد راه ما كيتحمل المسؤوليه، والناس التعاطي ديالهم تعاطي تنعدم فيه الريحه ديال المسؤوليه، رغم اننا وصلنا لهم الاشعارات الاضراب عن الطعام، اشعار الاضراب عن الطعام راه واصل لهاد الناس هادو، وصل لهاد الناس هادو بالضبط رئيس الجامعه، وصلوا الاشعار الاضراب عن الطعام قبل ما يدخلوا الرفاق والمناضلين في الاضراب عن الطعام. وحددتوا ايضا المطالب ديالكم ضمن هاد الاشعار؟ ضمن الاشعار محدد المطالب ديالنا واللي حطيتها انا بشكل اساسي، لا سواء المطعم الجامعي، النقل الجامعي للطلبه والطالبات، بناء الاحياء الجامعيه للطلبه والطالبات، ضدا على القرارات ديال 8 يوليوز، ايضا الجانب ديال رفع المتابعات، لان المناضلين كيخرجوا كيطالبوا بحقهم كينضلوا الى جانب الجماهير الطلابيه، كتصدر في
في الحق ديالهم المتابعات. هذه نقاط بارزة بالإضافة إلى الملف المطلبي اللي توصلوا به ياما من مرة. توصلوا به تم التفاعل معه؟ ما كانش التفاعل يعني الجد والمسؤول مع هذه المطالب ديال الطلب. الآن اليوم فدتوا الاتصال ديال إضراب عن الطعام 24 ساعة إنذاري، شنو الخطوة المقبلة؟ مستقبلا كاين خطوات في المستقبل طلبة منخرطين فيها، أيضا كاين خلاصات في المستقبل خصوص مقاطعة ديال الامتحانات. راه هذه خلاصة مقاطعة الامتحانات إذا ما تمش الاستجابة للمطالب ديال الطلب على المستوى المركب الجامعي كامل. وكان تفاجئوا بأنهم غيخرجوا بتاريخ ديال 28 في هذا الشهر كتاريخ الامتحانات، خصوصا على المستوى ديال كلية العلوم ظهر المهرب كيقول لك هذاك هو التاريخ ديال الامتحانات. حنا بالنسبة لنا هذه خلاصات، وحنا ماشي عدميين ولا ما كنبغيوش ندوزوا الامتحانات ولا ما نبغيوش نقراو، حنا بغينا مطالبنا ونجتازوا الامتحانات ديالنا ونقراو القراية ديالنا. ولكن في غياب هذه المطالب والحالة الصحية ديال الرفاق تتدهور كتدهور يوما بعد آخر، الحالة الصحية ديالهم كتدهور، راه ما غيكونش تراجع على الخيار ديال النضال والخيار ديال الأمعاء الفارغة، عفوا الأمعاء الفارغة اللي وصلت اليوم 16 يوم. ونحمل كافة المسؤولية، كافة يعني رئاسة الجامعة، الكليات الثلاث، النظام القائم في آخر المطاف، كنحملوا المسؤولية لكل من يعني يتعاطى مع المطالب ديال الطلبة. هي مطالب مشروعة عادلة ومشروعة باستهتار، يتعاطى مع المطالب ديال الطلبة. ما هي رسالتكم للسيد الوزير؟ وزير الوصي على القطاع وزارة التعليم. الرسالة ديالنا ديال الطلبة عموما كنوصلوها دائما، لا سواء للوزير التعليم بين قوسين أو لرئيس الجامعة بين قوسين أو لكل الناس اللي يشرفوا على القطاع ديال التعليم بشكل عام. حنا نرفض رفضا باتا خصصة قطاع التعليم وإدخال شركات خاصة للاستثمار في جيوب ديال الطلبة والطالبات. نرفض قانون الإطار، نرفض الخصصة بكافة أشكالها، ولا تشبت بالحق ديال أبناء كافة المغاربة في التعليم المجاني وفي التعليم اللي يولجوا للجامعات ويلقوا فضاء اللي احتضنهم عوض انهم يمشيوا عرضه للتشرد، عرضه يعني للضياع. حنا نطالب هاد المطالب ديالنا هي واضحه ونصرح بها دائما، واصلا هاد الناس هما اللي ما كيتعاطوش بشكل مسؤول مع المطالب ديالنا. شكرا وتحيه نضاليه.